ان موسيماني مش هيكون مع الفريق طبعا بسبب فيروس كورونا. شايف انه ده قد ايه ممكن ياثر؟ يعني احنا شفنا مباراه غزل المحله كان كيفن جونسون هو اللي بيدير، ولكن طبعا كان في تواصل بينه وبين موسيماني على طول، وموسيماني يعني مش سايب الفريق، ولكن برضو ادار المباراه بشكل كويس جدا. ادار اللقاء غزل المحله بكفاءه واقتدار، وعملوا نتيجه كويسه جدا من ناحيه التهديف السكور، من ناحيه الاداء اللعيبه كانت بتادي بروح عاليه جدا، وكان في انضباط تكتيكي في الملعب. يعني طبعا كله بيكمل شغله بعضه، منظومه النادي الاهلي مثلا المدير الفني مش موجود، في المدرب العام وفي كابتن سامي قمصان، دول بيادوا الدور بكفاءه لان عارفين كل حاجه اللعيبه قدامهم في التمرينات.